أما هلأ نور رح نروح لمحطتنا التالية، ودائماً عنا هيك محطات خاصة بالمواهب بالإبداع بالشغل صحيح. اليدوي وخصوصاً بالمشاريع الصغيرة إن كان لسيدات ولا الصبايا. طبعاً اليوم رح نتعرف على مشروع خاص بهم كل سيدة، وهو قطعة دائماً بتلازمها اللي هي شنطة الإيد أو حقيبة اليد. طبعاً هي مكملة، ممكن البعض بيعتبرها اكسسوار، البعض بيعتبرها جزء مهم من أناقته ومن حياته اليومية. أكيد سلمى، رغم يمكن الوظائف العديدة لحقيبة اليد، لكن دائما نحن بنحرص أنه هي تكون مكملة لأطلالتنا اليومية. دائما بنبحث على قطع جميلة هيك تكون مناسبة لثيابنا بشكل صحيح. يومي وبنفس الوقت عملية. بس اليوم عم نشوف توجه كتير كبير لحقائب اليد بأشكال مختلفة، ألوان مختلفة، أشغال يدوية مختلفة. كتير من الصبايا عم يقوموا بمشاريع فعليا جدا جميلة. رح نحكي عن هيدا المشروع مع الصبية لونا قزماني. عندك مشروع جميل حقائب اليد، يمكن أهم شيء اليوم صحيح. للصبية. يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيك. صباح الخير، أهلا وسهلا فيك لونا. هلأ هو يعني المشروع بلش أنه مثل ما قلتوا أنه هو شيء دائما يتواجد مع أي امرأة، شيء دائما بتحرص عن جد أنه هي تكون قطعة مميزة تكمل اللوك تبعها. أوقات الواحد بيكون لابس شيء كلاسيك منه إنه يعني هيك كتير عادي، كتير بلين تقليدي، كتير بيسك. بتحب تحمل مثلا قطعة تكون شوي إنه لا ترندي أكتر أو غريبة أو محروفة، ومن هون بلشنا. طيب هلا انا شايفه انه في طابع معين للمشروع تبعك، واللي هو اذا فينا نقول الكريستال او الخراز، او يعني شكل معين خاص ما بيشبه كثير شيء موجود بالسوق. طبعا هي وحده من الحقائب، هي لولو. تمام، خلينا نحكي اكثر، ليش اخترتي هذا الشكل من التصاميم؟ تمام، هلا نحن بلشنا اول شيء بالحجار الاكريليك واللولو اللي مع حضرتك. مثلا الحجار الاكريليك هن اللي مثلا عم بيكونوا ملونين اكثر، فيهم كذا نوع، في شفاف، في المكسر، مشكلين. وبعدين بلشنا بالكريستال، بلشنا بالخشب، بلشنا شوي شوي بالمخمل كمان. هلا على الشتويه نزلنا بحيث انه نحن جد نكون راضين كم كبير من الأذواق، تكون كل قطعة إلى حكايتها الخاصة وقصتها الخاصة، وبتعطي شيء للقطعة، يعني بتضيف قطعة، يعني بتضيف جمالية على القطعة. يعني أنت عم تشوفي حقيبة يد، أما عم تشوفي قطع حلوة، يعني فعليا ملفتة. يعني ما في قطعة من بين هدول القطع عم نشوفها ملفتة، حتى حجمها، شكل التصميم. قد صار لك بهيدا المشروع؟ قد عمرك أول شيء؟ هلا أنا عمري 22 سنة، عم بدرس عمارة، هلا عم تخرج إن شاء الله، وصل لي تقريبا شهر 7/2022. ما صار لي كثير. كيف كانت الأصداء؟ ما صار لي زمان. كان في أصداء قديش؟ الحمد لله كان كله عم بيكون كثير منيح. نزلنا بازارات كان كله عم بيحب، عم تنال إعجاب بالجميع، كبير صغير. حتى وقت كنا مثلا بالصيف كنا عم ننزل الألوان، كان هيك الطاولة تحسيها إنه جد عم تحكي، إنه في شيء كثير قطع غريبة حلوة، ألوانها جميلة جدا. وهلا انتقلنا مثلا على الشتويه، شوي فوتنا الاسود، رجعنا فوتنا مثل ما قلنا قبل المخامل. هي جدا لفتت لي نظري، لانه يمكن السنه، خلينا نقول من السنه الماضيه وهي السنه، صحيح. العين بشكل عام هي محور طبعا الاكسسوار وهذا الموضوع، وانت عملتيها بشكل مختلف عن التقليدي. صحيح. عامله عين خضراء، مو عين زرقاء. لانه انا دائما زرقاء، انه لا نحن فينا عنا بس اكيد على جدا وحلوه مال العالم اللي بتحب العين الزرقاء. حبينا نعمل شيء مثلا انه اخضر، ليش لا دائما تكون زرقاء؟ بينا هيك يكون دائما مثل ما بيقولوا شيء ترندي وجديد، دائما بنحاول تكون القطعه كثير مميزه. طيب خلينا نحكي قديش بتاخذ شغل، يعني هذا الشغل يدوي عم نشوف فيه تفاصيل جميله والالوان والطريقه اساسا المشكوكه فيها، في تقل بالقطعه. هذا كثير حلو لما تشوفي انه في تقل وجمال، بتعطي فعليا شو ما لبستي رح تعطي اطلاله مختلفه. هو هذا كان الهدف، انه نحن دائما تكون هي قطعه تزيد جمال الشيء اللي انت لابستي. فنحن تقريبا القطعه بتاخذ معنا بحدود الاسبوع ماكسيموم، حسب كمان ممكن مثلا في قطع ياخذوا شوي اكثر، انه يكون في لها اكسسواريز مثل مثلا اللي كنت حضرتك حاملتيها، كان السنسال تبعها اذا بننتبه فيه نحجار كمان، صحيح. فكمان هذا الشيء بياخذ معنا وقت اكثر. حجم الشنطه كمان بتعطيني دور، اذا كانت مثلا صغيره انا ممكن تاخذ معي بحدود الاربع لخمس ايام. واوقات كمان بيفرض علينا موضوع التسويق شيء كثير اساسي، يعني بيفرض علي وقت اكثر. مثلا تاخذوا احجامك اكبر من هيك ولا هذا القياسات صغير وسط؟ هذا كان بدي اسال عليه، لانه الحجم كثير مهم. فينا نعمل قياسات اكبر، صحيح.
فينا نعمل القياسات الاكبر، بس هلا متجهين لموضوع انه سهرات هلا الشتويه بتلاقي انه اغلب الطلعات المسويات على السهره، فبتحسي انه بدك احجام صغيره. ان شاء الله على الصيف ناويين نعمل شيء هيك كبير للبحر او لهيك قصص يعني. يمكن ايه، وخصوصا يعني حتى هي الماتيريال نفسها هلا مثلا انا شايفه هي اتقل من غيرها، هي لانه كريستال. هلا الكريستال دائما بما انه هو ثقيل فاصلا بيعطي وزن. حجر الاكريليك الوزن بيكون اخف مرتين تقريبا. بس حتى لما الحجر كل يعني هلا اذا اخذنا مثلا ماتيريالات. هي اكريليك مزبوط، هي لولو الاكريليك صح، يعني الحجر نفسه بيلمع لمعه مختلفه. صحيح اجباري، حتى الاكريليك في منهم مع لمعه، في منهم بيجي مات، في منهم تجي لمعتهم من جوا يعني من قلب الحجره. هيدا الكريستال هو كله عم يطلع ضاوي، خصوصي مثلا تكوني رايحة على سهرة بيكون في إضاءة فبتضوي القطعة. عم نشوف حتى هدول الموضة اليوم جريئة، يعني مش فقط بالسهرات، اليوم عم نشوف حقيبة اليد خلال اليوم عم تكون فيها ألوان وعم تكون فيها استراس أو اكسسوار أو كريستال. يعني ممكن كمان تشوفي الصبية ضمن إطلالتها هذا بتلاقيها أخذة لابسة حقيبة يد خلال النهار، مو حصرا فقط بالسهرات. صحيح. هلا الحقائب تبعات الصبح عم بيكونوا أكثر ألوان مثل ما قلتي، إنه هن عم بيحبوا الشيء إنه لا جريء أكثر. صحيح. ما بدي شيء لين السادة، طبعا اكيد بيكون موجود عندنا يعني نحن اغلب الوقت. مثلا العين كثير اخذوها للصبح، عملت منها كثير الوان، عملت حتى البودي يكون لون والعين مثلا لون ثاني كليا، يعني عم بيحبوا هذا الاختلاف بالالوان. طيب خلينا نحكي شوي، اليوم هاي الماتيريال مكلفه غاليه؟ يعني اليوم مثلا في ناس بتقول ما بتقدر تميز مثل ما انت بتميزي مثلا انه هاي شو فرق الاكريليك عن الكريستال عن غيره من الماتيريال، انه بتشوف شيء واحد غير لما بيلمسه الشخص، لما بيمسكه طبعا بيبين يعني حتى يمكن التصوير احيانا. صحيح. يخفف منه ما يعطيه نفس القيمه خصوصا بهذا الوقت. فتكلفه عم تعرفي مثلا مشان يكون في تنافس، لانه دائما الشغل اليدوي مشكلته وتكلفته عاليه. صحيح، هي المشكله انه تكلفته مو بس بمواد، يعني هلا الكريستال ثقيل فبيكون اجباري سعره اغلى من مثلا الاكريليك او مثلا المخامل. بس بنفس الوقت انت كمان عم تاخذي تعب وجهد، عم ياخذ من صحتك منك الك. بس يعني انتم بتشتغلوا ضمن بازارات؟ ضمن بازارات يعني ما في محل موجودين مثلا هلا بمول حاطين ستاند بمول مالكي وعلى البيج على الاونلاين اكيد انا مشتغله عليه. بتكون نسبه الربح بتقل؟ يعني مثلا نحن بنشوف ارقام كبيره حسب الوضع المعيشي، يعني نحن عم نحكي عن هي النقطه لانه الناس بتهمها هي النقطه انه قديش فيني انا اشتري هي القطعه ولا لا. نحن بنشوف الارقام عم تكون كبيره والربح بيكون هون بتراعوا نقطه الربح، لانه ما في من المنتج للمستهلك فورا، ما في وسيط. هلا اغلب الوقت مثلا وقت عم نكون بالبازار عم نحاول نعمل عروض، نعمل مسابقات مشان نحن كمان مثل ما قلتي انه نحن نخفف المبلغ كرمال العالم تقدر عن جد. صحيح. الشيء اللي هي تحبه تقدر تاخذه، فهي دائما عم بيكون في عنا خصومات، عم بيكون في عنا مسابقات، عم نحاول انه نحن نلبي يعني حرفيا الجميع، يعني نحاول انه ما حدا يطلع من عنا زعلان. اكيد بلشتي بفكره مثلا اللي هي التواصي الشخصيه، يعني هلا مثلا كثير شفنا ناس لهم ماركات اكسسوارات بلشوا يعملوا ديزاينات خاصه بناء على الطلب. مثلا انت عامله عين ممكن شخص يقول لك انا بدي حرف، ممكن حدا يقول لك بدي اسم صغير، يعني التفاصيل هي عملتي هيك شيء؟ دخلتي بهذا المجال؟ اكيد دائما بما انه انا اونلاين فدائما بيجيني مثلا زباين انه انا مثلا بدي اغير لون، انا لا بجوز بدي اغير ديزاين كلي كامل. اكيد نحن بندرس الموضوع، بعمل له رسمه، اوقات ممكن انا بلش اشتغل فيها فيه. يعني اول شيء بلشها بسكتش، بعدين برجع انا وعم بشتغل فيها كل الوقت، انا عم صور لها ابعث لها شوف اذا هالزبونه قدرانه رضيانه عن هذا الشيء اللي هي حتاخذه بالاخير او لا. والحمد لله عم تطلع القطعه مثل ما بدها، والحمد لله اكثر يعني دائما كله عم يرجع لي فيدباك انه جد مثل ما اللي متخيلته واحلى. هلا القطعه عم تحكي عن حالها اساسا. نسي. عن الالوان والجماليه وطريقه اليدوي مختلفه، بتحسيها عم تنشغل من قلب فبتنعكس. صحيح. كل الشغل على القطعه. خلينا نقول مشروعك ما صار له زمان، شو بتطمحي مشروعك يعني تكملي؟ لانه نحن عم نشوف حقائب، هلا قلتي بالصيف رح يكون في اختلاف بالحقائب، ممكن نشوف ضمن اكسسوار الموبايلات، حابه يستمر مشروعك لاكثر من قصه او تفصيل؟ هلا المشروع رايح لمكان كثير حلو ان شاء الله، ان شاء الله حابين نتطور على شيء اكثر من انه بس شناتي. ممكن بعدين نفوت بمجال اكسسوار الثياب، يعني منه الاكسسوار العادي، يكون شيء مثلا تضيفيه على قطعتك، نحن دائما بدنا شيء نضيفه لحل الاطلاله تبعيتنا.
فبدنا شيء مثلا شيء على الثياب، او ممكن كمان يعني نطلع شوي برا الشام. يعني بلشت هلا، من هلا بلشت شوي على المحافظات، كله عم يطلع مثلا لبرا، السعوديه، الامارات، عم يطلع طلع على كندا، طلع على امريكا، كله عم ياخذ هدايا، لانه جد عم بيلاقوا انه هو شيء مميز مصنوع بايادي سوريه، فهن عم بيحبوا يطلعوا هذا الشيء لبرا. صحيح. لونا انت عم تدرسي عماره، مثل صحيح. ما قلنا بنعرف اللي بيدرس عماره فهو من يعني دامج كثير من العلوم مع بعض، من الشيء الفني، اللمسه الخاصه، ويمكن هالشيء ايضا واضح باختيارك وشكل تصاميمك. هل بتفكري انه انا رح كمل بهذا المشروع بشيء خاص فقط، هو مجرد يعني فينا نقول هوايه انه انا حابه هذا الشيء شايفه نفسي فيه، ولا لا رح تدمج لونا بين العماره وبين شيء ثاني؟ هو اكيد حيكون في دمج بين العماره والمشروع، يعني انا ما رح اقدر اترك المشروع من بعد ما بلشت فيه، بس كمان ما فيني اترك العماره، يعني انا فتت العماره عن شغف وعن حب، فما فيني والله انا هلا بعد ما خلصت طريق العماره وبدي بلش باول خطوه لتاسيسه انا اترك وامشي لانه انا بلشت بمشروع ثاني، لا انا حضلني مع مشروعي وشوي شوي بكبره لحط لمساتي لحتى انا يطلع مشروعي له علاقه بشيء معماري يعني. ان شاء الله ان شاء الله اكيد بنتمنى لك التوفيق. لونا، نحن دائما بنسلط الضوء على المواهب السوريه الشابه الصغيره، وبنعتز وبنفتخر فيكم اكيد، وان شاء الله بنستضيفك هيك يكون مشروعك متوسع بنطاق اكبر مثل ما قلتي خارج البلد. شكرا كثير لك. شكرا لك لونا، موفقه، واكيد نتمنى لك هيك انجازات لسه اكثر واكثر. شكرا كثير. شكرا لك.